أهلا بكم في حلقة جديدة من المجال، معكم محمد عمر، والبداية بالعناوين. إيران تتمسك برفع العقوبات للعودة إلى الاتفاق النووي، وواشنطن تقول إن هدفها عودة طهران للالتزام الكامل بالاتفاق. احتجاجات في السودان رفضا للاتفاق السياسي وللمطالبة بحكم مدني، والأمم المتحدة تقول إن عودة حمدوك لمنصبه لن تنهي الأزمة. أوميكرون يضع العالم على حافة الإغلاق مجدداً، وشركات الأدوية تسابق الزمن لتطوير لقاحات مضادة للمتحور الجديد. نستهل المجال بالملف النووي الإيراني، إذ تتواصل مباحثات فيينا بين إيران والقوى الدولية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. طهران من جانبها جددت تمسكها برفع كامل للعقوبات المفروضة عليها قبل العودة إلى الاتفاق، ملوحة بخيارات أخرى حال فشل المفاوضات. من جهة أخرى جددت إسرائيل تلويحها بالخيار العسكري لمواجهة مساعي إيران امتلاك سلاح نووي، وطالبت تل أبيب الدول الغربية بعدم الرضوخ لإيران وبتقديم تنازلات مجانية، مضيفة أنها ترغب في اتفاق نووي قوي وطويل الأمد. يعود أطراف محادثات فيينا إلى طاولة الحوار في جلسة ثانية من الجولة السابعة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وسط إصرار إيراني على رفع العقوبات الأمريكية ومطالبة إسرائيل القوى الكبرى بعدم الاستسلام لابتزاز طهران النووي. جلسة جديدة تأتي في ظل تأكيد طهران على أنها لن تقبل أي التزامات جديدة خارج بنود الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأن تركيزها سيكون على رفع العقوبات مع رفض مبدأ الخطوة مقابل خطوة أو أي تعهدات جديدة. الإصرار الإيراني جاء رداً على دعوة واشنطن بأن تعود للالتزام ببنود الاتفاق بشكل متزامن مع إيران، كما جدد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقيري تأكيده على ضرورة تقديم الولايات المتحدة وحلفائها ضمانات بعدم فرض عقوبات جديدة على بلاده في المستقبل. أعتقد أنه إنجاز عظيم بحد ذاته أن قبلت جميع الدول الأعضاء في مجموعة 4+1 مطلب إيران المشروع، وأكدت أن العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة على شعبنا يجب أن ترفع أولا. في هذا الاجتماع أكدنا أن السبب الرئيسي للوضع الحالي هو تصرف الدولة التي انتهكت الاتفاقية وقرار مجلس الأمن بخروجها من الاتفاقية وإعادتها فرض العقوبات السابقة، إضافة لفرضها عقوبات جديدة. في المقابل أعرب المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا عن تفاؤله بعد الاجتماع الأول مع المفاوضين الإيرانيين الجدد، واصفا المحادثات بالإيجابية. أشعر بإيجابية كبيرة بشأن ما رأيته اليوم في اللجنة المشتركة. هناك نية لدى الوفود للاستماع إلى الموقف الإيراني، وهناك أيضا نية لدى الطرف الإيراني لاستعادة الاتفاق النووي. الوفد الإيراني يمثل إدارة جديدة في طهران لديها حساسيات سياسية شديدة ومفهومة، سنأخذ في الاعتبار تلك الحساسيات. على صعيد آخر، تواصل إسرائيل ضغوطها على الدول الغربية لعدم تقديم تنازلات مجانية لإيران، فيما يستمر تلويح تل أبيب بالخيار العسكري، حيث أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمير بارليف أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة، مضيفاً أن هدف بلاده هو العودة إلى اتفاقية أقوى وأطول. وبين إصرار إيراني وتفاؤل أوروبي، تبقى الآمال معلقة على مباحثات فيينا لإحداث تقدم ملموس، فيما ينتظر الجميع من سيقدم الخطوة الأولى في لعبة شد الحبل بين واشنطن وطهران. تعليقا على الموضوع، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من الدوحة عبر سكايب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عصام عبد الشافي. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الشافي. دكتور، في البداية يعني التركيز على إحياء اتفاق 2015، البعض يراه خوضا في دائرة مفرغة كون الاتفاق انتهى فعليا منذ انسحاب واشنطن، ما تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الانسحاب الاتفاق لم ينتهي، لأن هذا الاتفاق لم تكن فقط الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الوحيد الموقع لهذا الاتفاق، ولكن أنت تتحدث عن مجموعة من الدول الداعمة لهذا الاتفاق.
وبالتالي هناك منظمات دولية أيضا راعية لهذا الاتفاق، وترتب عليه الكثير من الآثار والكثير من النتائج سواء السياسية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية بين الأطراف الموقعة. الحديث عن انسحاب الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب كان حديث أيضا عن انسحاب الولايات المتحدة من كثير من الاتفاقيات الدولية والكثير من المعاهدات الدولية التي وقعتها أيضا قبل إدارة ترامب بعدة سنوات. وهناك مراجعة كاملة لكل السياسات التي قام بها ترامب في كثير من الملفات، سواء ما يتعلق بالمعاهدات الدولية أو ما يتعلق منها بالمنظمات الدولية. وبالتالي لكن نعم، الاتفاق ما زال بقيا لكن مع وآثاره ذلك أيضا يعني الأوروبيون في البداية عندما تحدثوا عن العودة لاتفاق 2015 لم يكونوا متفائلين بأن المحادثات ستتجه بهذا الاتجاه وأن اتفاقا جديدا ربما يكون الأقرب إلى ذلك. هو يجب أن نؤكد أيضا أو نتذكر هنا أن هذا الاتفاق تم توقيعه في ظل إدارة جمهورية وتحت إدارة أوباما في 2015، وبايدن كان آنذاك نائبا للرئيس أوباما، باراك أوباما في هذا صحيح. التوقيت. وبالتالي هناك امتداد في السياسات ما بين إدارة بايدن وإدارة أوباما، سواء على مستوى بايدن باعتباره كان نائبا للرئيس في ذلك التوقيت وهو الرئيس الحالي، أو على مستوى صانع القرار. طيب يا دكتور، لكن إدارة بايدن لم تفعل شيئا أيضا لإنعاش هذا الاتفاق. يعني إدارة بايدن كل ما تريده هو اتفاق جديد، هي لم تتحدث عن إنعاش هذا الاتفاق. لا، هناك تحديات حقيقية وملفات كان لها أولوية فيما يتعلق بإدارة بايدن في هذه المرحلة. وبالتالي نحن نتحدث الحديث عن اتفاق جديد هو ورقة من أوراق الضغط التفاوضي، وليس بالفعل رغبة حقيقية في اتفاق جديد، لأن في الأخير إدارة بايدن ترى أن هناك تمددات حقيقية أو اختراقات حقيقية نجحت إيران في تحقيقها خلال السنوات الماضية. لا ننسى أن هذا الاتفاق أو هذه المفاوضات بدأت في عام 2002، وعندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى الشريك أو إلى الطرف الإيراني ليغض الطرف عن ممارساتها في أفغانستان بعد احتلالها في 2001، ولأن الولايات المتحدة كانت أيضا في نفس العام 2002 كانت تجهز لعملية عسكرية ضد العراق في 2003، فقد تجاهلت الكثير من البنود والكثير من الأمور في علاقتها مع طهران. ولكن بعد أن استقرت لها الأوضاع نسبيا في أفغانستان والعراق أعادت كرة التفاوض. فأن نحن نتحدث الآن عن 20 عاما، بالفعل 20 عاما من المفاوضات نجحت إيران خلالها في تحقيق الكثير من الإنجازات، ونجحت أيضا أن تفرض أجندتها في كثير من المواقف. الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة حقيقية إلى توقيع اتفاق، ولكن الآن في المقابل إذا كانت بحاجة إلى توقيع اتفاق حتى تؤمن سيطرة ورقابة على البرنامج النووي الإيراني، فإنها في المقابل أيضا استمرار وإطالة أمد التفاوض من شأنه أن يوفر ورقة من أوراق الابتزاز السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي التي تستخدم الولايات المتحدة هذا الملف في مواجهتها مع الطرف الإيراني. إيران هددت بخيارات أخرى في حال عدم التوصل إلى رفع كامل للعقوبات المفروضة عليها. برأيك ما هي أوراق الضغط التي ما زالت تملكها إيران؟ لا، هي إيران الورقة الوحيدة التي تناور بها بين الحين والآخر هي ورقة مضيق هرمز وورقة الممرات المائية الاستراتيجية، باعتبار أن مضيق هرمز على الأقل حوالي يعني من ما بين 85 إلى 95% من صادرات نفط دول مجلس التعاون تمر عبر هذا المضيق، وباعتبار أيضا أن هناك عدد كبير شبكة ضخمة من القواعد العسكرية الأمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي، وباعتبار أيضا أن هناك الأسطول الخامس الأمريكي يعني يركض دائما ويراور دائما في الخليج العربي والبحر العربي بدرجة أساسية. فتهديد الملاحة في منطقة مضيق هرمز والخليج العربي وبحر العرب أحد أوراق القوة التي تناور بها إيران. ولكن الأخطر من ذلك، من وجهة نظري، أن إيران تعتمد بدرجة أساسية على مجموعة من الحركات المسلحة والميليشيات والجماعات التابعة لها التي يمكن أن تهدد الكثير من المصالح الأمريكية في دول المنطقة. لدينا الكثير من الأحداث التي شهدتها العراق خلال السنوات الماضية، ما يحدث في سوريا الآن دليل على تغلب الإيراني كبير، ما يحدث في لبنان دليل على تأثير ونفوذ كبير لحزب الله، وكذلك في لبنان. فقس على ذلك أن أوراق القوة إما تهديد للملاحة الجوية عبر مضيق هرمز وستكون إيران من بين المتضررين، أو استخدام أوراقها في وحلفائها من أطراف ما دون الدولة سواء منظمات مجتمعية أحزاب سياسية أو ميليشيات عسكرية لتهديد المصالح الأمريكية في المنطقة. هذه هي الأوراق. الورقة الأخرى وهي في غاية الأهمية، هي أيضا ورقة ضغط مهمة، وهي الاتفاق الاستراتيجي الذي تم توقيعه بين إيران والصين في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حصار الصين. اتجهت إيران إلى توقيع اتفاق استراتيجي لمدة 25 عاما مع الصين بعشرات المليارات من الدولارات. وبالتالي أنت نتحدث عن أوراق تأثير على الملاحة الدولية، أوراق تأثير على توازنات القوى الدولية وشبكات التحالفات
الإقليمية والدولية، سواء في الخليج العربي أو في الشرق الأوسط أو في جنوب غرب آسيا، أو من خلال الأوراق الداعمة للطرف الإيراني في الملفات الإقليمية الأخرى، البحرين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن. إلى أي درجة أثرت الضغوط الإسرائيلية برأيك على سير هذه المحادثات دكتور؟ لا أعتقد أن لها كان لها تأثيرا كبيرا، يعني كان يمكن الضغط الأكبر مارسته إدارة نتنياهو في ظل وجود بايدن وفي ظل وجود ترامب 2018 2019 وفي عام 2020، ولكن حتى الآن لا أعتقد أن إدارة بايدن تستجيب بدرجة كبيرة للضغوط التي تقدمها إدارة الكيان الصهيوني، لأن إسرائيل منذ اليوم الأول وهي تسعى إلى توجيه ضربة وقائية لمنشآت استراتيجية وحيوية ضد البرنامج النووي، هذا منذ 2002 وحتى الآن ولم تحدث هذه الضربة، وبالتالي هناك أيضا مخاطر حقيقية، لأن هناك تماس وتقارب خطر للقوات الإيرانية والقوات الإسرائيلية على المسرح السوري، وبالتالي مثل هذه الملفات وتشابك الكثير من الأوراق يمكن أن يخلق أوراق إسرائيل بدرجة كبيرة، وبالتالي تراهن إسرائيل على أن الضغط يمكن أن يأتي من الولايات المتحدة، لأنه في حال إقدام إسرائيل على أي عملية دون تنسيق أو ترتيب مع الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل غير منضبطة من حلفاء إيران سواء في سوريا أو في لبنان. الجانب الآخر المهم، إسرائيل اتجهت في مرحلة من المراحل أن تكون مجاورة لإيران بدرجة أكبر من خلال سياسات التطبيع التي تمت مؤخرا وتحالفاتها وأنماط التحالف الاستراتيجي التي تمت مع الإمارات العربية المتحدة من ناحية أو الإمارات من ناحية، ووجود مكثف إسرائيلي أمني وعسكري واستراتيجي ولوجستي في الأراضي الإماراتية، ولكن أيضا من وجهة نظري لا أعتقد أن هذا الوجود يمكن أن يكون مصدرا لتهديد إيران، لأن الإمارات تخشى كثيرا 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 ونضع تحتها عشرات الخطوط أن يخرج من أرضها ما يمكن أن يهدد إيران، وإلا ستكون في مرمى نيرانها وبشكل مباشر، وهذا ما لا تتمناه بأي حال من الأحوال. من الدوحة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور عصام عبد الشافي، شكرا جزيلا لك. إلى السودان، حيث خرجت احتجاجات في الخرطوم وفي مناطق أخرى رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك وللمطالبة بحكم مدني كامل، فيما فرقت الشرطة آلاف المحتجين الذين اتجهوا صوب القصر الرئاسي في العاصمة. في غضون ذلك اتهمت قوى سياسية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعمل على شرعنة الانقلاب الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مؤكدة أن حمدوك يسعى من خلال تحركاته الأخيرة إلى شق صف القوى الثورية وعمل حاضنة سياسية جديدة له. إلى الشارع يعود السودانيون مجددا استجابة لدعوة لجان المقاومة بالتظاهر والاحتشاد أمام القصر الرئاسي رفضا للاتفاق السياسي وللمطالبة بحكم مدني كامل، اتفاق تسعى القوى الرافضة له إلى التمترس خلف الشارع في ظل انقسامات بينها لا تخطئها العين بشأن التعامل مع الاتفاق الذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكنه أطاح كل مكتسبات قوى الحرية والتغيير في السلطة خلال المرحلة الانتقالية. حشود المتظاهرين وتعامل الأمن معها تمثل معضلة كبرى في ظل ضغوط دولية مستمرة على السلطات في السودان وتعهدات متجددة من حمدوك بعدم استخدام العنف ضد المحتجين، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الاتفاق السياسي في استعادة المسار الديمقراطي في البلاد، داعياً لجان المقاومة وكل القوى الثورية إلى المضي قدماً لخلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد تحفظياً ولا يسمح بضرب المتظاهرين. تحركات حمدوك منذ توقيع الاتفاق السياسي تراها قواً سياسية بأنها محاولة لشق الصف والسير باتجاه خلق حاضنة سياسية متجاوزاً قوى الثورة. محزن في الموضوع إنه رغم وصف الدكتور حمدوك لما حدث بأنه انقلاب، وقع اتفاق سياسي تأسيساً، الديباجة بتاعته بتقول إنه هذا الاتفاق مؤسس على قرارات قائد الانقلاب، وبالتالي تلقائياً ومنطقياً هو قبل أن يكون رئيس لوزراء الانقلاب.
في المقابل تتواصل الضغوط الغربية باتجاه استعادة مسار الحكم المدني في السودان، حيث أكدت الأمم المتحدة أن عودة رئيس الوزراء لتولي مهام منصبه لم تنهي الأزمة التي تعيشها البلاد بعد، لكنها جنبت البلاد مزيدا من العنف. وأكد متحدث أممي أن السودان في حاجة إلى التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية يفضي إلى إجراء انتخابات. رغم الاتفاق السياسي، لا يزال الغموض يلف المشهد السوداني، فحمدوك والمكون العسكري يرون الاتفاق إنجازا كبيرا، فيما تنظر إليه قوى سياسية بعين الريبة، مؤكدة أنه محاولة لشرعنة الانقلاب ومتعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل. تعليقا على هذه التطورات وللحديث أكثر حول الأزمة في السودان، ينضم إلينا من الخرطوم القيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب الدين الطيب. أهلا ومرحبا بك سيد شهاب الدين. سيد شهاب الدين، التعامل الأمني القوي مع المحتجين من المدنيين، ألا يعيدنا إلى انطلاق الثورة السودانية ضد نظام البشير؟ السلام عليكم. أولا أحب أترحم على شهداء الثورة ديسمبر وشهداء ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، وعاجل الشفاء للجرحى اليوم في مواكب مليونية 30 نوفمبر. نحن ما كنا متوقعين اصلا انه يحصل تعديل في سلوك اللجنه الامنيه لنظام النظام الساقط البشير برئاسه عبد الفتاح البرهان، وده اصلا اصبح سلوك واضح جدا انه الانقلابيين بيحاولوا انه يقمعوا المظاهرات، ودي مساله كل مره هي قاعد تزيد في رصيد الحراك المدني الجماهيري، وبتدفع الكثيرين في انه يكونوا بعد ذاك موجودين على مستوى الشارع. ما نأسف له انه بعد وجود دكتور عبد الله حمدوك وتوقيعه على الاعلان السياسي ان يتم التعامل بصوره افضل تقدر يعني إرادة هؤلاء الجماهير في الشارع، وتحترم رغبة في التحول المدني الديمقراطي الكامل، وتسمع يعني لنداءات الشارع وشعاراته بالعودة للمسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. لكن للأسف نحن حتى الآن تواجه سيد الطيب، كنت سأسأل عن حالة عدم التوافق التي تعيشها قوى الحرية والتغيير، هذه الحالة ألا تؤثر على الحراك المدني برمته؟ أولا طبعا في حاجة لازم نحن برضو ننتبه لها، إنه الكلام عن إنه يا أخي الشارع أو على الأقل القوى المدنية سواء كانت قوى الحرية والتغيير أو خلافة هي في حالة بتاعت خلاف، هي دي ما مسألة صحيح سليمة. الصحيح أنه في اصطفاف لناس دعم لعملية التحول المدني الديمقراطي، وفي ناس هم إرادتهم أنه تتم تسوية. بالتالي ما بقدر أقول أنه ده والله انقسام، لا لا، هو ده دي مواقف تعبر يعني عن حقيقة كل مجموعة من المجموعات دي. أنا لما نتكلم عن أنه في مجموعة هي مع التحول المدني الديمقراطي، هي دي بتستجيب أو تنسجم مع الدعوة أو الشعارات اللي قاعد يرددوها تردد الجماهير في الشارع. لكن سيد الطيب، يعني بالأمس حمدوك حتى في عملية التحول المدني الديمقراطي حمدوك قال إن الاتفاق هو جاء لحقن دماء المدنيين وجاء من أجل سير العملية الديمقراطية، فلماذا ترفض قوى الحرية والتغيير هذه العودة للاتفاق؟ يا سيد، اليوم قبل انطلاق المواكب احتسبنا شهيد جديد في ما بعد توقيع الاتفاق السياسي الوقع دكتور حمدوك مع البرهان. عملية القتل في جبل مون لا زالت. الآن في وردتنا معلومات انه يا اخي في معسكر كريندينغ وبعض معسكرات في دارفور هي محاصره بقوات امنيه للسلطه الانقلابيه. يبقى كيف يستقيم انه لما نتحدث عن حقن الدماء
إذا كان يذلل الشباب والشابات في 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 شوارع الخرطوم نتيجة لتعبيرهم عن مواقفهم سياسية، ما في ضامن في ظل انقلاب عسكري لأي مسألة متعلقة بحقن دماء السودانيين، ودي تجربة نحن عايشناها في تاريخ السودان، وأكسبت الشعب السوداني الخبرة في أنه هو يقدر ما دائما تتحدث عنه النخب لما ترتبط مع العسكريين في السلطة. لا يستطيع دكتور حمدوك أن يضمن سلامته هو شخصيا من العسكريين، ناهيك عن سلامة الشعب السوداني وحقن دمائه. هي دي مسألة يعني كلام مستسهل ليس إلا لا يصدق دكتور عبد الله حمدوك في في, طيب. في 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 برأيك قيام البرهان بحملة إعفاءات في صفوف القيادات العسكرية والقيادات الأمنية هل تعفيه من المسؤولية عن العنف أمام الشارع وأمام قوى الحرية والتغيير؟ وطبعا الإعفاءات التمت دي ما تمت عشان برضو يعني تخفيف العنف وكذا، إذا كان أصلا هي مسألة بتاع يعني ناتجة من إنه وجود القادة ديل في مواقعهم ده هو اللي كان يعني هو اللي بيؤدي للعنف، ليه ما قدمهم لمحاكمات وقدمت لهم تهم باستخدام العنف ضد المتظاهرين؟ هي دي مسألة بتاع تحسين مراكز، لأنه الإنقلابيين هم ذات نفسهم غير يعني الإنقلاب غير متماسك، هناك أكثر من مركز قوة في 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 قاد هذا الانقلاب. تحسين المواقع بالنسبة للبرهان عشان ما يحصن نفسه من الجيش، لأنه الجيش أصلا ما كله على اتفاق بالإجراءات اللي قام بها البرهان، بالتالي هو بيحصن نفسه من إنه تنقلب المؤسسة العسكرية على السيد البرهان، وليس هي من أجل تخفيف شدة العنف أو هكذا. من الخرطوم القيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب الدين الطيب، أشكرك شكرا جزيلا وأعتذر لهذه المقاطعة. أعلنت شركتا فايزر وجونسون أند جونسون أنهما بدأتا على غرار منافساتهما موديرنا العمل على نسخة جديدة من لقاح ما المضاد لكوفيد 19 تستهدف المتحور أوميكرون في حال لم يكن لقاحهما فعالين في الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفيروس. وقال رئيس شركة فايزر إنه لا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن المتحور الجديد الذي رصد في جنوب إفريقيا، ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مقلق. متحور جديد من عائلة كورونا يتصدر المشهد ويضع العالم مجددا على حافة الإغلاق، فمع ظهور إصابات بمتحور أوميكرون في مناطق مختلفة من العالم يقف الجميع على أطراف أصابعه مترقبا ما ستؤول إليه الأمور مع النسخة الجديدة من الفيروس. ورغم عدم كفاية المعلومات بشأن خصائص المتحور الجديد، فإن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر لتحذر من خطر مرتفع جراء تفشي أوميكرون على مستوى العالم، وحثت الدول الأعضاء على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية والتأكد من وضع خطط لتخفيف الأزمات للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، موضحة أنه في حال حدوث موجة كبيرة أخرى مرتبطة بأوميكرون فقد تكون العواقب وخيمة. انتشار سريع لأوميكرون دفع دولا كثيرة إلى تعليق الرحلات وتشديد القيود، حيث علقت معظم بلدان العالم الرحلات القادمة من جنوب إفريقيا منبع أوميكرون، بل ونالت دول متاخمة لجنوب إفريقيا نصيبها من العزلة التي تتعرض لها جوهانسبرغ. إلا أن تلك التدابير لم تفلح، لتعلن بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وكندا وأخيرا اليابان عن اكتشاف متحور أوميكرون على أراضيها. ومع اتساع دائرة تفشي أوميكرون تتجه الأنظار صوب شركات الأدوية في ظل شكوك بفعالية اللقاحات المتوفرة حاليا في التعامل مع المتحور الجديد،
شركتا فايزر وجونسون أند جونسون وعلى غرار منافستهما موديرنا أعلنتا بدء العمل على نسخة جديدة من لقاحهما المضاد لكوفيد 19 تستهدف أوميكرون، وذلك في حال لم يكن لقاحهما فعالا في الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفيروس. بين تهويل من متحور أوميكرون وقيود تتزايد وآمال بلقاح فعال معه، يقف العالم منتظرا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة. تعليقا على الموضوع، اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي من لندن عبر سكايب، الباحثة في علم الأدوية الأستاذة دانيا أرشيد. أهلا ومرحبا بك أستاذة دانيا. في البداية، ما هي أبرز خصائص هذا المتحور الجديد؟ وإذا كانت هذه الخصائص غير معروفة كما تم الإعلان سابقا لغاية الآن، يعني لماذا تتسابق شركات الأدوية على إنتاج لقاح يناسب هذه المتحورة الجديدة؟ طبعا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا بداية، أكيد المعلومات المتوافرة لحد الآن هي ليست كاملة، ولكنها ربما توجه شركات الأدوية إلى بداية التفكير وتعديل لقاحاتها، لأن هذا المتحور الجديد، متحور أوميكرون، طرأ عليه على الأقل 32 طفرة على البروتين الشوكي، ومن المعروف أنه أغلب اللقاحات مصممة لاستهداف البروتين الشوكي، فكلما كثرت الطفرات على هذا البروتين الشوكي كلما قلت فعالية اللقاحات في تحقيق مناعة ضد هذا المتغير. ولذلك نعم، شركات الأدوية اليوم في سباق مع الزمن قبل تفشي أوميكرون أكثر وأكثر، وهذا طبعا شائع جدا واحتمال مطروح جدا أن ينتشر بسرعة، كونه من خصائصه أنه سريع الانتشار، وستعدل اللقاحات بما يناسب السلالة الجديدة من أوميكرون. البعض يتهم شركات الأدوية الكبيرة أنها بتصريحاتها هذه تثير المخاوف من أن اللقاحات القديمة لا تعمل مع هذا المتحور الجديد، وبالتالي هي مسألة تجارية تقوم بالإنتاج والبيع أكثر. ما تعليقك؟ لا نستطيع أن نقول أن اللقاحات لا تعمل تجاه المتغير الجديد، ولكن فعاليتها ستكون أقل، ولكن لا تزال فعالة في الحد من دخول المستشفى، في الحد ربما من الوفاة، في الحد من الإصابة بأعراض خطيرة، ولكن ستكون أقل فعالية كما كانت تجاه دلتا. وأيضا دلتا حتى كانت اللقاحات تجاه دلتا أقل فعالية من لأنه كانت صممت اللقاحات على السلالات الموجودة قبل ظهور دلتا، لذلك عندما ظهر دلتا قلت فعالية اللقاحات، وهذا السيناريو أيضا ستقل مرة أخرى تجاه أوميكرون، ولكنها ستبقى تحتفظ بجزء من الفعالية. ولكن يجب خصوصا عمليات التعزيز، هلا بدات البوسترز في العديد من الدول، وهناك ايضا دول لم تشهد تطعيم لحد الان او تطعيم قليل جدا ان صح التعبير، ولكن يجب ان تكون هناك منصه لقاحات جديده متاحه تواكب السلاله الحاليه والسلالات المستقبليه كما يحدث مع لقاحات. طيب سيده كل سنة. دانيا، كل هذه السلالات المنبثقه عن هذا الفيروس، هل هذا امر طبيعي أن تكون كل هذه المتحورات من فيروس واحد؟ هلأ من المعروف أنه فيروسات الجهاز التنفسي عموماً تتحور بسرعة وتتغير بسرعة، وفي ظل التوزيع الغير عادل للقاحات، يعني البلدان العظمى بدأت بالجرعات المعززة وبلدان أفريقية لم تحصل ربما لم تحقق نسبة 5% أو 10% من التطعيم، لذلك هذا ما يفسر ظهور المتحور في جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا محققة فقط 24% من التطعيم، وكما قالت منظمة الصحة العالمية، إعطاء اللقاحات العادل ليس صدقة وإنما هو لمصلحة كل بلدان العالم، وإلا سوف نشهد ظهور المزيد من الطفرات. وعند هذه النقطة بالذات، إلى أي درجة يثبت قيام بعض الدول بإعطاء الجرعة المعززة لهذا الفيروس الآن في ظل أن دول أخرى لم تعطي جرعة واحدة من هذا اللقاح؟ إلى أي درجة يثبت فشل دول العالم والمجتمع الدولي في إيجاد حلول للقضايا العالمية وقضايا الكونية مثل قضية هذه الجائحة؟ أعتقد أنه ظهور أوميكرون حديثاً في منطقة هي جنوب أفريقيا
فيها معدل تطعيم فقط 24%، يفسر أن التوزيع الغير العادل هو المسؤول عن ذلك، وعدم تعليق براءات الاختراع هو المسؤول عن ذلك. يجب أن يتم تطعيم كل الكرة الأرضية بنسبة على الأقل 70% لنصل إلى مناعة قطيع أو مناعة مجتمعية، عندها تقل ظهور الطفرات. وإما إذا بقينا على هذا النهج والأولوية للجرعات المعززة الثالثة والرابعة ودول أخرى لم تشهد إلا القلة من القليل، سوف نبقى بين يعني دائما بين كر وفر وظهور متغيرات جديدة وإغلاق وتعزيز وغيرها من الأمور. طيب، وعند نقطة الإغلاق، يعني مع بداية الجائحة أغلقت معظم الدول مطاراتها وحدودها أمام القادمين من الدول الأخرى، ومع ذلك لم تنجح هذه الدول في كبح انتشار هذا الوباء. هل تعتقدين أننا مقبلون على مرحلة إغلاق جديدة، أم أن العالم كسب خبرة في التعامل مع انتشار هذه الجائحة ولن نذهب للإغلاقات؟ طبعا إذا بدنا نحكي هذا يختلف ربما بحسب نسب تطعيم البلدان. أعتقد أنه في البلدان التي حققت نسب تطعيم عالية جدا سوف تتم مراقبة أوميكرون وسرعة انتشاره بين المطعمين خلال الأربع أسابيع القادمة، وبناء عليه سوف يتم التقرير فيما إذا كانت اللقاحات تفيد في الحد من دخول المستشفى وبالتالي في الحد من إرهاق السلك الطبي والصحي. إذا تم ذلك فربما يكون هناك إغلاق جزئي، ولكن يعني الأمر مرهون بالمستقبل القريب على مدى 3 أو 4 أو 5 أسابيع لنرى بالضبط كيف سيتحرك أوميكرون. من لندن الباحثة في علم الأدوية دانيا أرشيد، شكرا جزيلا لك. المجال يستمر معكم ولكن بعد الفاصل، وتتابعون فيه. في اليوم العالمي لضحايا الحرب الكيماوية، الناجون من هجوم الغوطة يطالبون بمحاسبة الأسد على جرائمه. أهلا بكم من جديد. يحيي النازحون السوريون في الشمال السوري من سكان الغوطة اليوم العالمي لضحايا الكيماوي باستذكار الهجوم الذي شنه النظام السوري على قرى وبلدات الغوطة الشرقية. ويأمل نازحو الغوطة في هذا اليوم أن تأخذ العدالة الدولية مجراها في محاسبة المتورطين في المجزرة والتي أودت بحياة أكثر من 1400 مواطن سوري قضوا اختناقا بغازي الكلور والسارين. 8 سنوات تمر على هول الهجوم الكيميائي الذي تعرض له السوريون في الغوطة الشرقية بريف دمشق. مجزرة مروعة استيقظ عليها سكان الغوطة، استيقاظ لم يكتب لأكثر من 1400 ضحية من ضمنهم أكثر من 400 طفل وفق إحصاءات لمنظمات محلية ودولية. بعد كل تلك السنين لا تزال المجزرة شاخصة في أعين عائلة عز الدين أبو محمد التي آثرت النزوح من الغوطة إلى مخيمات الشمال السورية لتنأى بأنفاسها عن الاختناق بشتى أنواع الغازات المحظورة التي لبدت سماء الغوطة آنذاك. يعني قرية كانت الضربة كيماوي شديدة الضربات، وراح ضحية فيها يعني ما يقارب من 300 وما فوق أو ما تحت، يعني ما يقارب ذلك. فكانت المجزرة رهيبة رهيبة جدا جدا، اهتزت الغوطة بأكملها لها. هاي الضربة الأولى بالغوطة الشرقية ضربة كيماوي. في الضربة الثانية أكلتها مدينة دوما كمان. مدينة دوما كانت تعداد سكانها كبير كتير. أما أحمد الذي يحمل جسده آثار الهجوم الكيميائي فما فتئ يستذكر تلك اللحظات في كل مرة يمر فيها على شريط ذكريات أولاده الثلاثة الذين قضوا في الهجوم. لو ما في عائلة إلا ما خسرت. هلأ العائلة اللي ما خسرت بالغوطة خسرت شاب أو بنت أو ولد، وما في عائلة لما خسرت واحد واثنين وثلاثة وأربعة. بالنسبة لشعب الغوطة كله طلع من الغوطة خسران. لكن حجم المعاناة والألم الذي تعرضت له عائلة عز الدين من خسائر في الأرواح وتهجير قسري لا يعادل حجم الحسرة على ما يصفها ذو الضحايا بزيف العدالة الدولية، ويقولون إنها فشلت في محاسبة نظام الأسد وتغاضي المجتمع الدولي عن التحقيق في مجزرة الغوطة.
ومع ما شهدوه من مآس لا تمحى عقب الهجوم الكيميائي، ما يزال سكان الغوطة يؤمنون بأن الجريمة لن تسقط بالتقادم، وأن زمن تحصيل العدالة آت وإن طال. تعليقا على الموضوع، نرحب بضيفنا من برلين عبر سكايب الدكتور أحمد الأحمد الناطق باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا. أهلا ومرحبا بك. السؤال المباشر، هل خذلكم المجتمع الدولي؟ بكل تأكيد خذلنا المجتمع الدولي. يعني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هذا اليوم الذي نحيي ذكراه وهو اليوم العالمي لضحايا جميع الأسلحة الكيميائية، هذا أقر في عام 2015 وليس منذ زمن. قول لدى المنظمة كان آخر هجوم كيميائي حصل في سنة 1988 على مدينة حلبجة، وبعدها مرت سنوات طويلة لم يتم أي هجوم كيميائي. فالمجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحبوا أن يقوموا ذكرى تخليدا لذكرى ضحايا الأسلحة الكيميائية، ولم يكن أحد يتوقع بأن سنشهد هذه الجرائم مجددا في هذا القرن 21. لدينا تقريرين أو عدة تقارير صادرة بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي، منها القرار الدولي 21-18 والقرار الدولي 22-35، والذي ينص بوضوح على تدخل وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال لم يمتثل النظام السوري للقرار الدولي 21-18، والذي يجبره على تدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت بتقارير أحيلت إلى الدول الأطراف كلها في خان شيخون واللطامني وسراقب وبنش وسرمين والتمانعة ومارع وعدة تقارير أخرى أثبتت بأن النظام السوري مسؤول عن هذه الهجمات. قالت للمجتمع الدولي النظام السوري يمتلك اليوم هناك تصريحات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن النظام السوري لم ولن يتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هناك 21 نقطة عالقة، هو يحتفظ بجزء من المخزون. مواصفات الغازات التي هجمت بها خان شيخون والله طامني تتطابق مع مواصفات المخزون الذي دعا النظام تسليمه. ليس فقط فلت من العقاب، بل أيضا ما زال برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية يعمل وفعال. إضافة لذلك هناك ثلاثة شركات أوروبية متورطة في تصدير مادة الإيزوبروبانول وهو من سلائف السارين إلى سوريا، وخرقت قانون ألماني وقانون أوروبي وصدرت طيب هذه المواد فقط لقدر تحقيق الربح، ولم يحرك أحد ساكن. حتى الادعاء العام الألماني رفض التحقيق أو فتح تحقيق مع هذه الشركات. إذا كان يا دكتور المجرم معروفا وقد تمت إدانته عالميا، ما فائدة التوثيق إذا لم تكن هناك ملاحقة؟ التوثيق نحن لا نعول على جهود المجتمع الدولي ولا على أخلاقياته، فنحن الشعب السوري أفلس من هذا الأمر. لكن المنظمات الحكومية، المنظمات الغير حكومية السورية تعمل على مسار بديلي. المسار البديلي نحن شاهدنا بأن المنظمات السورية التي لاحقت رفعت الأسد عندما كان مقيم في فرنسا أجبرت فرنسا على طرده من فرنسا كأقل تقدير، غسل للعار وعاد إلى سوريا. هذا المسار ملاحقة مجرمي الحرب ضمن المحاكم الوطنية الأوروبية سيشكل ضغطا سياسيا كبيرا كأقل تقدير على النظام وداعميه، وهذا هنا يكمن فائدة التوثيق وتعمل هذه المنظمات. طبعا نحن نعمل مع تريبل آي إم وهي الآلية المحايدة والمستقلة في الأمم المتحدة، ونعول على مسارها التي تجهز هذه الملفات للإدعاء العام الأوروبي المحاكم الوطنية ذات الصلاحية، وتلقت هذه الهيئة عدة طلبات من عدة مدعين عامين، ونحن ندعم هذه الجهود بعيدا عن المسار الذي يمر في مجلس الأمن الدولي وينتهي بفيتو مزدوج روسي صيني هناك. دكتور، يعني في اليوم العالمي لضحايا هذه الانتهاكات الكيماوية، ويعني أنت الناطق باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، أنا أذكر اليوم الذي قصفت فيه الغوطة بالكيماوي جيدا، لكن نريد منك أن تضعنا في صورة قصص لا تنسى من ذلك اليوم. بكل تأكيد، يعني سواء كان هجوم الغوطة الشرقي أو هجوم مدينة دوما أو هجوم مدينة خان شيخون، هذه الهجمات يعني أنا أذكر جيدا في هجوم الغوطة وخان شيخون، يعني كان النبأ صدمة كبيرة، فهو سلاح إرهاب، ليس فقط سلاح للقتل بل أيضا سلاح للتهجير لتهجير المدنيين. يعني قبل عند أراد النظام السوري إجبار أهالي الغوطة على ترك مدينة دوما والتهجير للسلاح السوري إلى الشمال السوري،
قام في قبل بيوم قبل أن توافق المعارضة باستهداف مدينة دوما. للأسف في البدايات يقوم المجرم باستهداف المدينة بالمدفعي الثقيلي وبالطائرات حتى تنزل المدنيين إلى الملاجئ، ومن ثم يأتي بهذه المواد الكيميائية، وللأسف هي أثقل من الهواء تتسرب إلى الملاجئ، وكارثي حقيقة لا توصف على الإطلاق. يعني كل شيء من الممكن نقله عن طريق الكلام إلا رائحة السارين، وهي تفوح في المكان، وكل من يشتمها يرتدى قتيلا أو مصابا. هذا الأمر يصعب جدا نقله، وفعلا هو أمر مؤلم جدا لكل المدنيين. وهذا لا يمكن الهجمات الكيميائية 262 هجوم وثقنا في سوريا. هذه الهجمات هي خالدة في ذاكرة كل من سوري بالتقادم مثل هذه الجرائم. لا لدينا كمنظمات غير حكومية ولا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هذه لا تسقط في التقادم لدينا، ونعمل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على استكمال التحقيقات. يعني المنظمة نحن شاهدنا في هذا العام والعام السابق أصدرت تقريرين فيما يخص هجمات حصلت في عام 2017 و2018، وسوف تعود لهجمات أقدم في عام 2015 وقبل ذلك، كون استكمالا لهذه الجهود. ونحن بهذه الطريقة نبرهن نحن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضا بأن هذه الجرائم لا تنسى بالتقادم والمسار الذي نعمل عليه بالتعاون مع هذه المنظمة التي توصف بالمستقل والمحايدي هو مفصول تماما على المسار الدولي، على الرغم من تمتعنا نحن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالبعض أو الكثير من الدعم الدولي. من برلين الدكتور أحمد الأحمد الناطق باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. إلى جولة في أهم الأخبار الإقليمية والدولية باختصار. وزارة الدفاع التركية توثق ارتكاب اليونان أكثر من 2300 انتهاك خلال العام الجاري عبر حشد معدات عسكرية من جزر متفق على عدم عسكرتها. التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن تدمير ورش ومواقع لتجميع وتخزين الصواريخ الباليستية تابعة للحوثيين عبر ضربها جوياً في العاصمة اليمنية صنعاء. هيئة الحشد الشعبي العراقية تطلق عملية عسكرية لمراهقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في منطقة جبلية وعرة في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد. البنتاغون يفتح تحقيقا بشأن غارة جوية أمريكية استهدفت منطقة الباغوز شرقية سوريا قبل عامين وتسببت بمقتل قرابة 70 مدنيا بينهم نساء وأطفال. واشنطن والناتو تحذران روسيا من عواقب أي عدوان على أوكرانيا، وبلينكن يقول إن أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون لها تداعيات خطيرة. اليميني المتطرف إريك زومور يعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة الفرنسية المرتقبة العام المقبل، متعهدا بالتصدي للهجرة وإعادة الهيبة إلى فرنسا على الساحة الدولية. القضاء الأرجنتيني يفتح تحقيقاً في اتهامات موجهة لجيش ميانمار بارتكاب جرائم حرب بحق أقلية الروهينجيا بموجب قرار قضائي أكد مبدأ الولاية القضائية العالمية. أما الآن فقد وصلنا إلى المجال الرقمي وآخر ما تداوله رواد المنصات الرقمية لهذا اليوم مع محمد سليمان، تفضل. شكراً لك محمد. مواقع التواصل الاجتماعي ترصد حركات احتجاجية في العاصمة الرباط ومظاهرات أعلنت تضامنها مع الشعب الفلسطيني استغلالا ليوم التضامن معه وردا على خطوات التطبيع الحثيثة التي كان آخر تجلياتها توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية بحضور وزيري الدفاع من البلدين. أهل المغرب ينتفضون حبا للقدس وفلسطين ويؤكدون رفضهم للتطبيع، وأن بوصلة الشعوب لا تحيد وإن حادت بوصلة الحكام والمتحكمين. أكثر من 30 مدينة شهدت وقفات تضامنية مع فلسطين بدعوة من الجبهة المغربية. 37 وقفة في المغرب رفضا للتطبيع الذي وصل حدود التحالف. يقول كاتب فلسطيني: لسنا في حاجة إلى دليل جديد على وفاء الشعب المغربي الرائع لقضية الأمة المركزية، فقد عرفنا ذلك لعقود. على حساب القرضاوي، كل يهودي في المشرق أو في المغرب يرى نفسه مسؤولا عن إسرائيل والهيكل، فلماذا لا يكون كل مسلم مسؤولا عن فلسطين والمسجد الأقصى؟
رئيس المؤسسة الأوروبية الخاصة للقانون الدولي يقول هكذا أصبحت الشعوب العربية كنار نائمة تحت الرماد، طال الوقت أو قصر هناك عاصفة قادمة ضد التطبيع الذي هو خيانة حتى بعد دخول من طبعوا قبورهم، عارضا هذا الفيديو. بعض الحسابات تداولت شهادات مؤلمة لعوائل مغربية في غزة تقول بلادنا استقبلت سفاح أطفالنا بيني جانتس، مغربية عاشت بين الأنقاض مع طفلها لست ساعات وفقدت زوجها وبناتها الثلاث. كل ما بتذكر هذا الموقف بأبكي، بأزعل كثير. يعني إيش بدي أوصف لمن أوصف؟ كثير بتعز علي، الله يرحمها ويحسن إليها، طفلة صغيرة بريئة، واليوم المغرب بتستقبل قاتل الأطفال، لا يجوز هذا الكلام. مواقع التواصل أيضا رصدت قمعا تعرض له المتضامنون مع فلسطين والمناهضون للتطبيع في المغرب على يد قوات الأمن، وتحديدا أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط بدعوى عدم قانونية الوقفة. اعتداء همجي من قبل أجهزة الأمن المغربية تجاه شعب المغرب في مظاهرات كبيرة تضامنا مع فلسطين، عشرات الوقفات رغم القمع الأمني بعضها في مدينة مكناس. كيف رصد النشطاء الاعتداء الذي وصف بالوحشي من قوى الأمن المغربية على المشاركين في المظاهرات؟ شاركنا في وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، فإذا بنا نتفاجأ بإنزال أمني كبير قوة الأمن، وتم الهجوم علي من طرف مجموعة من أفراد الشرطة وقاموا بجري نحو مركز الشرطة، لكن الحمد لله تدخلت الجماهير وحررتني من قبضتهم. استذكر أيضا المغردون مقطع فيديو لجمهور مغربي حاشد في أحد الملاعب يردد كلمات عن فلسطين في لوحة فنية رائعة، يقول صاحب التغريدة نهاية المجال الرقمي. محمد، نعود إليك. شكرا محمد. الشعوب لا تموت محمد، صحيح. يبحث المصور الغاني بول نينسون في مكتبات نيويورك وحاويات التخزين لتجميع ما يعتقد أنه أكبر مجموعة في العالم من كتب التصوير الإفريقية، والتي يخطط الآن لجمعها بمكتبة جديدة في عاصمة بلاده أكرا. وبينما كان معظم سكان نيويورك يقيمون في منازلهم خلال جائحة كورونا، كان بول يفتش في حاويات التخزين وفي المكتبات المتعثرة، ويعمل في وظائف غريبة ويأخذ قروضا شخصية لتغطية تكاليف هوسه، حيث جمع أكثر من 30,000 كتاب للصور الإفريقية. نتابع القصة. Changed us a lot.
لقد غيرنا الوباء كثيرا وأثر في بشكل إيجابي. معظم وقتي قضيته في الحصول على كميات هائلة من الكتب من المكتبات والمعارض، وكذلك من أشخاص لديهم شغف في جمع الكتب، وهكذا تمكنت من جمع الكثير من هذه الكتب. طريقي إلى التصوير الفوتوغرافي كان مجرد البحث في المطبوعات للصور الفوتوغرافية. بعض هذه الصور رائعة فوق العادة وتحكي قصصاً عن الأماكن تجعلك تتساءل ما الذي ساهم به هؤلاء الأشخاص في هذه المجتمعات وبهذه القصص، وهل يقبل الناس في هذه المجتمعات تصوير أجزاء من حياتهم الشخصية وخاصة الأفارقة؟ جئت إلى نيويورك من غانا من عائلة فقيرة، وكان حلمي أن أكون مصوراً لأسلط الضوء على الوضع في إفريقيا. فهناك الكثيرون في غانا ييأسون من تحقيق أحلامهم بسبب ظروف الحياة الصعبة، ورغم العراقيل نجحت في تحقيق حلمي. أنا بول نينسون ولا أستسلم أبداً. بهذا نأتي إلى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه مفاوضات فيينا النووية بين مطالب إيران واستجابة واشنطن، السودان والاتفاق السياسي بين التنفيذ والاحتجاجات الرافضة، وأوميكرون الذي وضع شركات الأدوية على أهبة الاستعداد من جديد. شكراً على طيب المتابعة وفي أمان الله.